الاطفال بالنسبه لعمليه التطعيم، وهل اعداد الاصابات في الاطفال زادت؟ لانه في بعض الدول بتتكلم على زياده في اعداد اصابات الاطفال، هل عندنا حالات ووفيات للاطفال النهارده او الايام الماضيه ولا لا؟ نعم ام لا؟ ده سؤال لمالتيبل تشويس متعدد، يعني جاوبي صح ولا غلط، مش كده؟ ده الاجابه الخاصه بيه. مش كده هي وفيات. القصه كلها نعم. ان ما فيش اي مرحله من المراحل لم تكن هجاوبك عليها. اتفضل. لكن هي الحقيقه لازم قبل ما اقول لازم يبقى في حيثيات يا استاذ احمد. اتفضل يا فندم. فحضرتك انا بس عايز اقول لك حضرتك ان ما فيش ولا فتره من اول الموجه الاولى ما كانش فيها اصابات اطفال. في اصابات اطفال. لكن كنا بنقول دايما ان الاصابات في الاطفال بدرجه اقل، حده اقل، اعراض اقل، ونسب وفيات قليله جدا. انما ما اقدرش اقول ابدا ان الاطفال لم يصابوا. يعني في اماكن كانت مخصصه لعزل الاطفال وعلاجهم في مراحل معينه، مش دلوقتي، قبل كده كان في اعداد كبيره. الاطفال ممكن يصابوا بالمرض، ممكن يجي لهم اعراض، ممكن يتعدوا ويعدوا. يعني الطفل ممكن يبقى حامل للفيروس ويعدي ناس تانية، لكن ممكن الطفل ده يصاب باعراض المرض قد تكون بسيطه، لكن في اطفال اصيبت في مراحل مختلفه. وخلي بال حضرتك في اطفال كثيرين عندهم بعض الامراض المزمنه، عندهم بعض الامراض الخلقيه، بعضهم بعض الامراض المناعيه، كل دول بيبقوا اكثر عرضه للمخاطر في هذه الفئه. السؤال بقى بتاع حضرتك في وفيات ولا لا؟ انا لحد دلوقتي ما فيش اعلن عن وفيات في الاطفال، انما نراجع الوفيات والاعمار السنيه لغايه في كل المراحل السابقه كان اكثر الاعراض السنيه الاعراض التي تصاب بالمشاكل وبالمضاعفات وبالحالات الخطيره والتنفس الصناعي هي كانت فئات عمريه كبيره، وكان عندها معظمها عندها امراض مزمنه واحد او اثنين. هل سياده الوزير الموجه الرابعه، لانه سمعت بعض تصريحات لبعض القطاع الصحي بيقولوا ان الموجه الرابعه تستهدف اكثر الاطفال، هل ده علميا صحيح او الرصد صحيح ولا لا؟ اللي انا شايفه كلينيكيا ومتابعه مع كثير من الزملاء في مختلف انحاء الجمهوريه ان المنظر العام الوبائي وحده الحالات وشدتها وانتشارها بين الفئات العمريه المختلفه لم تختلف عن الموجات الثلاث السابقه. نعم. الفكره بقى دلوقتي ان زي ما قلت لحضرتك من شويه المرض منتشر بين عائلات. فالنهارده لما بيصاب واحد في العيله كبير ولا صغير وبييجوا يفحصوا بقى ويشوفوا الاطفال الموجودين في هذه العيله بتجد فيه نسب اصابات في الاطفال، لكن ليس المرض في هذه المرحله مستهدف الاطفال اكثر من الكبار، لا، المرض موجود في كل الفئات العمريه.